دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين قال في خطابه العالمي بالجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لرئيسات البرلمانات إن الإرهاب يمثل التحدي الأبرز أمام هذه القمة، وذلك بعد أن استشرى خطره شرقا وغربا، وأن السياسات الاستعمارية الجديدة عار على جبين الإنسانية في عصر الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. وأضاف شيخ الأزهر إن الهجوم على الكنيسة البطرسية جريمة وحشية مثلت إيذاء ليس فقط للمسلمين في مصر ولكن للمسلمين في شتى بقاع العالم، وإلى أن نبني الإسلام في ذكرى وإلى نبينا في الإسلام في ذكرى مولده الشريف، لافتا إلى أنه بالرغم من وجود آلاف الكتب والأبحاث والمؤتمرات والندوات التي تناولت موضوع المرأة إلا أنه يظل وكأنه لم يمسسه فكر ولا قلم من قبل.